وحول ذلك ينضم الينا من الرياض الكاتب الاقتصادي الدكتور عبد الله باعش. اهلا بك دكتور عبد الله معنا على الاخباريه. يعني اذا ما ربطنا هذا الخبر بحديث سمو ولي العهد بالامس والذي اكد ان المملكه من افضل الدول في مجموعه ال20 تعاملا مع هذه الجائحه، كيف يدل ذلك ايضا على نجاحها في قياده المجموعه هذا العام ككل؟ مرحبا اخ محمد والمشاهدات والمشاهدين الكرام. ما في شك، انا اعتقد انه من المشكلات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد العالمي هي ارتفاع مستوى الديون، وخاصة بالنسبة للدول وفي أزمة كوفيد 19 وتوقف النشاط الاقتصادي. كما تكرمت، لو تم ربط هذا بتصريحات ولي العهد بالأمس عن نتائج الاقتصاد وعن المنجزات التي تمت وعن معايير الحقيقة التي يقاس بها الاقتصاد السعودي والقفزات التي حققها في خلال المرحلة الأولى من التحول الاقتصادي، لأنه دائما الدين العام في لغة المال والاقتصاد يعتبر هو نموذج الأجيال المتراكمة، يقصد فيها الأجيال المتراكمة أن تكون هذه الديون لفترة معينة تساعد على الإنتاجية، تساعد على حركة النشاط، وفي نفس الوقت تستطيع الدول أن تكون لديها المقدرة المستقبلية من الإنتاج والطاقة الإنتاجية والأداء لتسديد هذه الأموال وفوائدها. عندما نأخذ النموذج الاقتصادي اللي تكلم عنه صاحب السمو الملك الأمير محمد للمملكة العربية السعودية، نجد المملكة العربية السعودية الحقيقة تحاول أن تسعى إلى ما يسمى بالتوازن المالي، وهو أحد مبادرات التحول، فهذا قد يبعدها عن هذه المشاكل، ولكنها بصفتها الآن رئيسة المنتدى ال20 فهي تتولى الإعداد وفي نفس الوقت تستفيد من التجارب والخبرات التي تمر بها الدول الأخرى. نعم دكتور عبد الله، يعني في رئاسة المملكة لهذا العام للمجموعة، يعني ربما هذه الجائحة كشفت أمور أكثر، يعني كشفت قوة وصلابة البنية التحتية التي تقف عليها المملكة، أتكلم عن تحديدا من الناحية الاقتصادية. يعني هناك مبادرات طرحتها المملكة في هذه الجائحة سواء لدعم الدول النامية ولدعم المنشآت الصحية بالتحديد حول العالم، كيف تابعت ذلك برأيك؟ المملكة العربية السعودية وكدولة من دول ال20 بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي وريادتها للعالم الإسلامي عليها مسؤوليات داخلية للاقتصاد، وأن يكون هذا أن يظل الحقيقة من ضمن اقتصاديات العالم ال20 والأفضل، وفي نفس الوقت كذلك المساهمة في رفاء الشعوب والمساعدات التي تقتطع من اقتصاديات المملكة، وبالتالي هي مساهمة تساعد على الواقع الحقيقة. لو أخذنا المؤشرات كما لأن لغة الأرقام ولغة المؤشرات هي من يعطينا صورة أكثر، قبل قليل استمعنا إلى معالي وزير العمل إلى معالي وزير الإسكان، فما يتكلم عنه الحقيقة من نتائج في خلال هذه الفترة سواء في عملية الموارد البشرية أو عمل الإسكان هي في الواقع بنية من بنيات بناء اقتصاد عالمي يكون اقتصاد قوي على المستوى المحلي وكذلك لمشاركته وريادته الاقتصادية العالم. شكرا جزيلا لك الكاتب الاقتصادي الدكتور عبد الله باعش.